سنة 92 92 بلشت مصلحة القطايف. كيف لحتى اجت عبالك؟ لا اقول لك كيف اجت عبالي، لانه انا مصلحتي سندويشات ومطعم. ايه انت علي، اجى رمضان شو بدك تعمل؟ تساوي سندويشات تبيع ال ما في سويت قطايف. الموسم برمضان بيكون قطايف وهيك، الحمد لله بلشنا فيها ومن وقتها الحمد لله الله يسرك. الحمد لله. ما بتعمل كلاش برمضان و... لا انا بس عجينة قطايف، عجينة بسملية، عجينة كنافة، عجينة بس. هلا الدنيا مش رمضان برضو بضل في طلب. كل السنه انا بسوي قطايف، بس برمضان بصير في طلب اكثر. طبعا. هلا برمضان اكيد قبل الافطار بتفتح، مش بالنهار. لا بالنهار. كمان بالنهار. من ذا البكير على الفجر لاخر النهار. لك قرص بعدين؟ قرص كيلو صار. قرص كبير. أكثر شيء ناس بالبيوت ولا محلات ومطاعم؟ الحلويات برمضان بياخذوا، هلا بالايام العاديه الزبائن العاديه للبيوت. وفي بعد وفي بعد الحلوانجي بياخذوا، مثلا في عندي هون حلوانجي بيسوي قطايف الجبن، قطايف الجوز، بياخذ كل يوم بديع. شو اكثر شيء بيعملوها الناس؟ جوز وقشطه وجبنه كمان. جبنه اكثر شيء، جبنه. وهيدي الجبنه بيقلوها ولا بالحمام بتشوها اكثر بالفرن؟ يعني بالفرن زي الكنافه نفس الشيء، خبزوا على نار هادي بحطوا لها جبنه عكاويه. يعني جبنه عكاويه نفس الجبنه بتاعت الكنافه، هي زيتها خبزوها بالفرن على نار هادي لحتى تسيح الجبنه. كيلو قد ايه عاد عم ينباع هلا الكيلو القطايف؟ 250 ألف. هلا قلت لي قبل الأزمة كان كيلو قطايف 5000، اليوم صار 250 ألف. اليوم أرخص من أيام الأزمة إذا بتحسبه على الدولار يعني. طبعا. قبل كان 3 دولارات وشوي. هلا دولارين وشوي. أيوة. وهيدي الأقراص الكبيرة مين بياخدها؟ هيدي للبيوت، لا هيدي هي اللي عم أقول لك عنها للبيوت. هيدي بيحط جبنه من هون، بيحط تاني فوق منها وبتنحى بس بالفرن. مع قطر ومع طبعا حلو عادي. يعني ما بتتخير عن الاثنين. العصافير بالأشكال صغار. ايه بتبلش شغل كل يوم؟ يعني بهالايام هيدي، هلا برمضان كنا ندور فطار ننزل بكير، بس بهالايام ليجي الاشتراك للساعة 9، فمندور العجينة عشان يندعك العجينة الساعة 9 قبل ما نصب الساعة 10. بضلك لك قد ايه بضلك عم تصب ولا قد ما الطلب؟ لا بهالايام هي هلا شو اسمه؟ ايه بنساوي عجنة صغيرة وبنحطها على البسطة. Thank you.
هيدا اللي عم بتصب فيه، منين اجت الفكرة لحتى تعملوه؟ لأنه بتذكر قبل كانت الناس تصب بالمعلقة، ما هيك ولا؟ لا 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 يعني القمع ترى عم تصبوا فيه القصايد. ايه بس في ناس كانت تصب بالكبش عشان تعبيه عجين. أستاذ حسن العوجي هلا شايفك عم بتصب شيء، عندك عندك الصغير وعندك هذا الوسطاني، وقلت لي في الكبير اللي الناس تحط فيه جبنة وبتشويه. هذا الحجم يعني أكثر شيء بيستعملوا للجبنة وللجوز كمان. الوسطاني. إيه الوسط. وصغير للقشطة. إيه للقشطة. أنا صبيت قدامك كل القصة. كل القياسات. حتى طلعن الفيديو معك. هلا طبعا بعد الخبرة، بعد الخبرة بتصير على السريع بتعرف لحتى ما يحترق القرص زيادة أو شيء. هاي طبعا. هاي. هل عم بتحضر حدا من اولادك يستلم عنك بالمستقبل ولا ما بيحبوا هالشغله؟ بيحبوا شغله يعني. هلا الجيل الجديد كله تكنولوجيا وما تكنولوجيا هلا اولاد الحمد لله متعلمين يعني، بس برمضان بينزل بيساعدونا يعني. اللي بحب ينزل بينزل. ما بتقول لهم انه مثلا واحد يكون عنده مصلحه احسن ما يكون موظف او شيء ولا؟ لا 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 تركها لهم، نحن عندنا بطل. مش انه راح انت بلشت شيء وراح يكون في اجيال تكفي؟ ها لا لا ما عندي هالفكره ابدا. Thank you.